للأسف بترجع لنا تاني في صورة إيه؟ كل محلات وعربيات الفول والطعمية في الأماكن الشعبية كلها بتستخدم النوعية دي من الزيوت على فكرة. أنا يعني اتكلمت مع ناس وحاولت إن أنا أوصل لبعض المعلومات، اكتشفت إن هم بيجيبوها جراكن مجهولة المصدر، مفيش عليها أي معلومات، وبتستخدم الصبح بيحط الزيت وبيطول اليوم بقى 50 60 70 مرة، ولو باقي في الآخر ممكن يصفيه وبكرة يزود، بيزود ما بيغيرش طبعا. قصة إنه يغير دي تقريبا مش أيوة موجودة طول فعلا. اليوم، طبعا بيزود. طيب هنتكلم يعني القصة دي كلها آخرها إيه؟ ولا آخرها كوارث زي ما حضرتك بتقول كده، أنا بوفر في ثمن الحاجة اللي بستخدمها لكن في الآخر بدفع قدها عشرات المرات على الصحة العامة. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان مع اولا عشان نتكلم بس اللي بيحصل ايه في استخدام اللي هو الامن كمان. يعني احنا بنقول كل الاراء الطبيه بتقول ان احنا نستخدم الزيت مرتين في البيوت، يعني مره وتاني مره بشرط انه يصفى من بواقي الاكل والشوائب اللي فيه، ويحفظ يعني اناء محكم الغلق، ونستخدمه مره تانية وخلاص. مش كده وبس، ده لو طلع دخان في المره الاولى لا يعاد استخدامه، لانه لو استخدمناه بالطريقه دي في مواد بتبقى اسمها الاكريلامايد، دي مواد مسرطنه، بيحصل كمان اتحاد للشوارد مع الاكسجين اللي في الجسم، بيبدا يحصل بتعمل تغيير في الخلايا، تخليها خلايا مسرطنه، تاثر بقى على عضله القلب، على الكبد، على الاوعيه الدمويه، على الكلى. في الاخر بنبدا مع الوقت امراض طبعا اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها كتير، سرطانات القولون والمعده والكبد، كمان بتأثر على القدرة الذهنية على فكرة. ناقصين يعني ما لخبطة. عشان في الآخر احنا مفيش منظومة واضحة، وده يمكن سبب طلب الأحاطة اللي أنا تقدمت بيه، إن يعني طب احنا هنعمل إيه؟ وأنا واثقة إن الطلب ده تقدم قبل كده من الزملاء في الدورات قبل كده، لأن القضية دي أكيد موجودة. احنا مش عايزين ردود جميلة وإن في قانون، في قانون محترم جدا بس وهيجرم العملية. بيجرم وعامل يعني في قانون 281 مادة 2 منه بتقول ده بالنسبة اللي بيغش أو بيستخدم مواد مغشوشة وتؤثر على الصحة. يعني في مواد ما بتأثرش على الصحة دي ليها عقوبة من سنة لخمس سنين سجن وغرامة من 10 ل 30 ألف. لا، اللي بيأثر على الصحة بتبقى من سنتين لسبعة وغرامة من 20 ل 40، وإذا أثرت معاها مستديمة بتغلظ ووصلت للوفاة بتعمل بتدي أشغال شقة مؤقتة. ما هي بتؤدي للوفاة على مدى بس متوسط أو طويل. يعني هي المشكلة في القانون دايما إن أنت بتقف قدامه أحيانا، يعني ما فيش سببية مباشرة إن أنت تاخد إجراء قانوني مع، لكن طبعا إحنا كلنا كأطباء وأعتقد حتى اللي مش أطباء عارفين إن ده أكيد ده ثابت علميا إنه ضرب الصحة.